شرفتينا باي يا باي، مريم، شرف مع من ألف ذلك يا سلامة. حبيبتي، مع السلامة. مع السلامة. هنعمل بقى عبال ما البصلة بقى تتشوح بتاعة الفاصوليا، هنعمل القرنبيط في السلطة السخنة. هتجيبي صينية أو أي حاجة عندك زي ما أنا حطيت كده، وشوية زيت صغيرين، ما تكتريش زيت لأن دي ممكن تغمسيها بالعيش تاكليها سلطة زي ما تحبي. القرنبيط شكلي فيه زي ما يعجبك، زي ما يعجبك شكلي، عشان بس الطاسه تبقى كبيره كده حطي مسحه زيت كده. القرنبيط اللي هتعمليه في السلطه السخنه، هي السلطه السخنه بقدونس وكزبره، بقدونس وكزبره وقرنبيط وبصل وطماطم مكعبات وملح وفلفل وبهارات، دي مقاديرها. اهم حاجه ان بقى مش هنحط فيها القرنبيط لا ني ولا هو مستوي قوي، هنحط فيها القرنبيط ماسك نفسه، يعني تاخديه دوبك تبخريه بس، تبخريه بس لان دي سلطه ما يبقاش مهري. بصي هي جامده ازاي، انا بخبط عليها اهي، جامده ولا تقع ولا مهريه، جامده يا دوبك تاخد منك غلوه واحده بس وتقطعيها وتضيفيها على اللي احنا هنعمله دلوقتي. خدوا بالكم ما فيش واحده تهريه وتسويه قوي، غلوه واحده. بصي اهو بخبط عليها اهي، غلوه واحده بس، وهنقطعه ونشوف هنعمل ايه. هنا اول البصله لما تتشوح بفص الثوم هنحط الطماطم ومعاها الفاصوليا، الطماطم ومعاها الفاصوليا. الفاصوليا بقى هتطلعيها من ميتها كده او انت تبقي مصفياها. الفاصوليا دي بتبقى جميله جدا وبتكتر وبتبقى تكفي الف من الاكلات المبروكه يعني. ايوه استاذ محمود. ايوه استاذه، ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه. وازاي مدام منى الست القمر ام الكرم؟ الله يكرمك. والله ست كلها كرم. الله يكرمك يا استاذه، ربنا يديها الصحه. الله يكرمك. اخبار حضرتك ايه؟ استاذه ما تعملي لنا برضه يعني اكله برضه بسيطه برضه، اللي هي العجه دي الاقراص. ما احنا عملناها والله في رمضان بس نعملها لك تاني. طيب. عينينا يا استاذ محمود، انت تؤمر. الله يكرمك. والنبي ممكن اهدي بس ايه يعني، اتفضل اهداء بس يعني ايه لاولاد زميلتي بس عشان اعياد ميلادهم. اتفضل تحت امرك. اللي هي مدام ابتسام اولادها ساره وامل والناس بتعيد ميلادهم يعني. ماشي يا استاذ محمود، سلامك. وبالنسبه للشيخ عبد الله وحشني جدا، ونفسنا نسمع صوته. المره اللي فاتت كلمته. ايوه بس الظاهر انا يعني انا سامعه وهو مش سامعني، او هو مش سامعني ولا سامعه. فانا بسلم عليه وهو راجل محترم جدا وبعزه جدا زي الوالد بالظبط. ربنا يديله الصحه. وطالب خدمه من الشيخ عبد الله، دايما الاستاذ عصمت سافر عندنا. الشيخ عبد الله نفسه يحقق لي امنيه صغيره، اللي اتمنى ان الشيخ الدكتور اللي هو عبد الرحمن السديسي نفسي استضيفه في رمضان، نفسه امنيتي ومنعيني. يلا استضافه على الهوا يعني السعوديه. اه والله نفسه امنيتي استضيفه في رمضان كده، يقوم لنا كده شعائر رمضان كده في جامع ابو العباس وجامع المواساه. انا نفسي اشوف كل اهل السعوديه واستضيفهم هنا في مصر. اه والله نفسي، دي الامنيه بتاعتي اللي انا طالبها ان شاء الله من الشيخ عبد الله. ان شاء الله لو يتوسط لنا كسفير في السعوديه، ده احنا هنحطهم في عينينا بس هم يجوا يشرفونا. والله مصر امن وامان ان شاء الله. ان شاء الله يا استاذ محمود. الله يبارك لك. تشرفتنا. وسلام لكل الاصدقاء، عشان ما اقدرش اقول فلان وفلان يزعلوا مني، سلام الجميع كل اصدقاء البرنامج. لكل اصدقاء البرنامج تاما. الله يكرمك يا استاذه، وكل عام وحضرتكم طيب. حضرتك طيب وبخير يا استاذ محمود. وامورين يا استاذه. الله يخليك، سلمني على مدام منى وعلى كل اهل اسكندريه. يوصل ان شاء الله. حضرتك شرفتنا. مع الله. مع الف سلام. نسيت اسالك يا استاذ محمود، البرد هناك عاملين ايه؟ ده احنا في شهر رطوبه بيخلي العجوزه يعني الصبيه كركوبه. زي ما شفتوا، زي ما قلت لكم، لازم يكون القرنبيط تستخدميه غلوه واحده ويكون جامد وتخرطيه بالشكل ده. القرنبيط لازم تغسليه كويس جدا، تغسليه كويس جدا قبل ما تسلقيه، وبعد ما تسلقيه لازم، لان في القرنبيط زي ما انتم شايفين بيبقى فوق بعضه، فلازم يتغسل كويس قوي.
الطريقه دي طريقه سهله وحلوه قوي. وبصي تغمسيها تاكليها سلطه، اعملي لنفسك، بس دي سلطه سخنه احنا في الشتاء اهو، ولا هو مقلي ولا هو مشوي ولا هو في صينيه ولا اي حاجه. ازيك يا ام محمد؟ الو السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك؟ ازيك يا مدام غاليه؟ ان شاء الله تسلمي من كل وحش. عامله ايه يا حبيبتي، اخبارك؟ تمام، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله يا قلبي، والله كويسين الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله احنا بخير. المره اللي فاتت لما عملت الممبار طلعتيني وجبت وعملت كمان عملت بالظبط. طلع حلو، كان جميل، بس طبعا الميزانيه انت بتعمليه. لا طبعا، ده انت تلاقي ست الشطار. يا رب يخليك يا مدام غالي. انت عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله احنا بخير، انت اخبارك ايه؟ الله يخليكي والله، وصلت البرنامج كلهم كويسين الحمد لله. شوفي بقى، انت في السعوديه واحنا هنا عندنا ازمه بنزين يعلم بها ربنا. والله الواحد بيشتفى والله والله. ما انا بقول بقى اركب الميكروباص ده، الاقي سواق الميكروباص يغلى عليا، بدل ما هو جنيه يخليه جنيه ونص. اقول له يا عم الحاج، ما كلنا على الله زي بعض، انت لازم. يقول لي ما انا بشتريه مش عارفه بكام وبعمل بكام، فقلت يلا المفتري عليه ربنا. والله الايام دي كل حاجه غاليه والله، ربنا يعينكم والله. الله يخليك يا ست الكل. تسلمي لي يا مدام غاليه، انت كويسه الحمد لله وولادك كويسين. احنا بخير وزي الفل. ممكن بس ابعت سلام لاهلك الاهلي في مصر عند حضرتك يعني وكده؟ تحت امرك، اتفضلي. ابعت لي سلام لامي ام عمرو والحاج عبد الرحمن ابويا وعمرو عبد الرحمن واسف عبد الرحمن ربنا يديهم الصحه والعافيه. وسامح اختي وكلهم والله بسلم عليهم جامد قوي والله. ربنا يديهم الصحه والعافيه. لا مش ربنا يخليك يا مدام غالي، كمان من عندي كل اهلك وقرايبك وبين الناس والله يعني. الله يخليكي. بقول لك ايه يا مدام غاليه، اتفضلي.